والله واقفين من الساعة بـ3 من 3 الظهر وهسه بيش ساعة بـ5 صارنا ساعتين لازم يصير منا كلنا يا بانزي خان نروح له ما بيها غاز. شنو السبب؟ وحتى كان اللي فوق الـ40 لتر بـ16,000 سواها بـ17. شنو السبب؟ ماكو غاز ماكو، يوتي روح يقول ماكو غاز. غاز بالبصرة؟ غاز بالبصرة ماكو. صار لي من 12. شنو السبب ماكو غاز؟ السبب يقولوا ماكو غاز، يا ما حطت تروح لها ماكو غاز، هسكم حطت تبيع سوق سوداء بـ550 اللتر جاي يبيعونها. زين؟ موجودين بـ550 توصل النسرة قالوا ماكو غاز. تجي المحطات قالوا والله سياراتنا بالمحطات ماكو تفويل. وعلى هالمعدل هذا هم نفسهم يخلقون بلبله. تقريبا صار لي ساعه. شنو السبب الازدحام؟ والله ما اعرف، يقولون غاز ما يكون محطات مسدوده، ما نفهم شو الوضعيه. يعني بالبصره كلها؟ البصره كلها. بس البارحة انا السفان ماكو غاز، زبير ما بي غاز. ماكو. هسه خبرونا جينا على هاي المحطه. من 3:30 لحد هسه. وايد سرعه. سرعه لازم. ازدحام كلش هواي، وبعدنا الحدث ما وصلنا الكاميرا ونقصوا على من فوق الغاز. هاي بعموم البصل ولا كلها البصل اليوم؟ كلها. انا جيت من الدير حتى صفرت السياره ولا اكو غاز بالطريق كله. يعني هسه كل البنزين خاله افترينا عليه ما بيها. افترينا قالوا هاي توزع، هسه توزع. شنو ايش قد واقف هنا؟ تقريبا نص ساعه. بالنص ساعه؟ اي بالنص ساعه، بس شوف السيارة السيارات قدامك سيارات خير من الله، باعي له تقريبا بـ50 سياره من السياره. يعني السبب ما عرفته؟ ما نعرف السبب، يعني شنو هسه حرب نفسية علينا.